عادل سيادة اللواء أركان حرب عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وأحد أبطال نصر أكتوبر العظيم. سيادة اللواء برحب بحضرتك يا فندم، كل عام وحضرتك بألف خير. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. بس أنا ليه كان ليا كنت أتمنى أن يكون ليا شرف خوض حرب أكتوبر، ولكن أنا للأسف ما يعني أنا من الجيل التالي لحرب أكتوبر الحمد لله. بنرحب بحضرتك يا فندم ونتشرف بحضراتكم دايما معانا في هذا اليوم وكل الايام. ست لواء خليني اسالك عن كيف ترى حكايات شهود العيان من الاسرائيليين اللي حضروا وعصروا حرب اكتوبر، كانوا موجودين في ارض المعركه، تكلموا عن قدره الجيش المصري، تكلموا عن عوامل كثيره متعلقه بعامل المفاجاه، بعامل انهم اتفاجئوا كمان بجوده الجندي المصري الذي تدرب وكان يحمل اسلحه متطوره جدا، هم شخصيا او الجانب الاخر العدو لم يكن على درايه بقدره الجندي المصري في هذا التوقيت بهذا الشكل. شوف حضرتك، اولا هم ما ذكروه هو اقرار واقع، لان فعلا ده اللي حصل. هم وبعدين التاريخ لن ينسى، وزائد ان هم يعني هل سينا اللي عادت الينا ورضخوا بالكامل بعد محادثات السلام اللي تمت من خلال الوفد المصري اللي كان بيمثله احد حضور الكرام في ماده التصفيه اليوم الدكتور مفيد شهاب، اعتقد ان دي دلائل يعني سينا عادت طوعيه منهم لينا، يعني كان ادوها لنا منحه لما شافونا متضررين، ولا نتيجه الحرب دي هي اللي عادت سينا؟ يعني اي محاولات للتشكيك في نصر اكتوبر من اي احد ايا كان من اي اتجاه، اعتقد انها بتجابه باعترافاتهم هم بلجنه اجرانات اللي حددت المسؤوليه باليوم السبت الحزين اللي ذكرت جولدا مائير. عايز اقول ان كل الشواهد والدلائل تؤكد على ان الدوله المصريه ومن خلال قواتها المسلحه استعادت الارض والعرض في حرب في ملحمه بطوليه، اعتقد انها لا زالت تدرس وستدرس مدى الحياه في كل الاكاديميات العسكريه لكي تدلل على قدره المقاتل المصري على صناعه على قهر المستحيل وتحقيق واستعاده الارض والكرامه والعزه للدوله المصريه في مرحله فارقه من عمر التاريخ ومن عمر الوطن. التاريخ لن ينسى هذا، والاحداث لن تنسى لن تنكر ذلك، وما طرح من في خلال الفيلم فهو ما هو الا اقرار واقع. طب خليني اسال حضرتك السيادة اللي هو من خلال اكيد كان لحضراتكم بعد ذلك كعسكريين في الجيش المصري دراسات، او ربما حضرتك سمعت شهادات وقراءات حول هذه الحرب العظيمه. من خلال هذا الفيلم تابعنا انه في وثائق للمخابرات الامريكيه اتكلمت عن الخسائر الكبيره اللي لحقت بالجيش الاسرائيلي واسرائيل، اتكلمت عن الاخطاء اللي وقعت فيها اسرائيل خلال هذه الحرب المتعلقه باقتناعهم بانه لا يمكن العرب ان يخوضوا حرب في هذا التوقيت، استهانوا بقدرات المصريين، كان لهم تكتيكات عسكرية عفى عليها الزمن. أتحدث عن الجانب الإسرائيلي هنا طبعا. المخابرات الأمريكية كمان اتكلمت في هذا التوقيت أنه الفشل الأكبر ربما كان التقييم الخاطئ والتقدير الخاطئ لنوايا المصريين من قبل الإسرائيليين. هل أو برأيك يا فندم بعد كل هذا الوقت الجوهر الحقيقي لحرب أو لهذه وانتصارنا في هذه الحرب، الفيلم خلص إلى أن الجوهر الحقيقي كان الجندي المصري القاتل المصري؟ نعم بالضبط كده. بص حضرتك، أولا عشان نأكد على هذه الحقيقة، أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية في تاني يوم على طول المعركة بحصر وتصوير جوي كامل للجبهة. وجدت إسرائيل أن القوات المسلحة المصرية الرصد الأمريكي اللي طلع وصور المواقع أكد أن هناك يعني خسائر كبيرة جدا بالنسبة للعتاد الإسرائيلي في هذه المعركة، وأن القوات المسلحة المصرية حققت نصر إعجاز بمعنى الكلمة، وده لازم يتطلب فورا مساندة أمريكية فورية لإسرائيل، وإلا ستنهار وستصل إلى القوات المصرية إلى تل أبيب. فعشان كده ابتدت تصل الدبابات جوا وتنزل على أرض المعركة من الطائرات إسقاط، يعني الدبابة اللي كنا بنعصر عليها، وده دلائل إنها كانت لأنها عاملة حوالي 40 كيلو أو 50 كيلو، ده دلالة على إنها إيه؟ يعني ده دبابة يعني لسه نازلة حالا إلى أرض المعركة عن طريق الإسقاط الجوي. النهاية عايز أقول في النهاية إن كل الدلائل والمؤيدات أكدت إن الجوهر الحقيقي المقاتل المصري اللي تحمل عبء اقتحام قناة السويس في ظل وجود نابالم
بدرجه يعني درجه حراره ارتفاع، لو اشتعل درجه حرارته 700 درجه مئويه وبيرفع ارتفاعه 40 متر من اللهب. ده مرحله، مرحله الغام زائد ستر ترابي زائد 7 ثغرات في هذا الساتر، 76 ثغره تتطلب 76 قنبله ذريه وفق الدراسات اللي اجريت على هذا الموضوع. ولكن بقليل من المياه تم فتح الثغرات، والمقاتل المصري اللي تحمل هذا العبء على صدره واقتحم قناه السويس غير عابئ باي مخاطر او تهديدات او تحديات بتقابله، ولكن هو كان امامه اما النصر او الشهاده. عقيده، العقيده دي هي اللي كانت بتحارب. فهنا جوهر الحقيقي للنصر هو المقاتل المصري ده، اكيد فعلا الدلائل على ذلك انه اقتحم الصعب وحقق المستحيل، لانه هو العقيده دي من الواضح انها موجوده في قلب المقاتل المصري. مش عايزه اقول فقط يعني، ولكن لما شفنا شهادات المقاتلين او العسكريين الاسرائيليين، شفنا شهادات متعلقه باستسلام، شفنا شهادات متعلقه بفرار، شفنا شهادات متعلقه بهروب واستغاثات، يعني عكس المواطن او العسكري المصري اللي كان بيحارب لاخر نقطه. بالظبط، اصل بقول دي اختلاف العقيده سيادتك اللي طرحت في البدايه، هي العقيده فعلا. انا عقيدتي النصر او الشهاده، هو عقيدته الهروب يعني المشكله. عشان كده اختار المخطط البارع اللي اختار توقيت الحرب الساعه 2:30 2:05 ظهر يوم 6 اكتوبر، يوم السبت 6 اكتوبر. اعتقد انه كان بارح اختار التوقيت ده، لان على ما القوات تعبر ونبدا المعركه الحقيقيه للقتال هيبقى هنا بدات الشمس تغيب، وبالتالي هو غير قادر على الحرب في الاجواء الليليه. انما انا كمقاتل تدربت على كل حرب سواء في النهار او بالليل، فهنا اقدر احقق انتصار واصل الى ابعد مسافه ممكن اصل اليها. في ظل يعني طبعا هو كان بيتمتع بقوات جويه عاليه، كان عنده 600 طياره، انا كان عنده 400 بالمقارنه، ولكن انا حققت الصواريخ والقوات الجويه اللي اشتغلت. يعني اول اطلاق كان 200 طياره طلعوا اتحركوا، قرابه 2000 مدفع يطلقوا طلقات يعني مدافع على الخطوط الاوليه الاول والثالث، ثم بعد ذلك على الخط الثاني. كل هذه العوامل اكدت على ان انا قادر على ان انا استطيع ان احقق نصر كبير جدا في مرحله. انا حابه اسال حضرتك حاجه قبل ما اختم معاك يا سياده اللواء، خلال الفيلم كمان ومن قبل الحقيقه من خلال القراءات المتعلقه بارض المعركه، الاعداد مش متكافئه. كنا بنتكلم انه بيتم حشد ودعم في الحصون المختلفه للاسرائيليين بعد الاستغاثات باعداد هائله من الدبابات والجنود، على عكس انه كان في اعداد محدده للمصريين بتسليح طبعا كما تم ذكره في الفيلم الوثائقي، بتسليح مفاجأة بالنسبة للجانب الآخر، ولكن الأعداد كانت هائلة من قبل الجانب الآخر. يعني ما هو أعداد بلا تدريب، احنا مش اتفقنا في البداية حضرتك ان العرق في التدريب وفر الدم بالمعركة؟ نعم. انا متدرب على هذه المعدة وبعرف استخدمها كويس جدا وبنشم بالظبط واحقق الهدف بتاعي بأقل القليل، لكن هو يعني معدة ولكن بدون يعني استخدام، يعني هم ما استخدمهاش، وجدت في الحرب. المعده ما بتحاربش لوحدها، لازم يكون في يعني تجانس وتكامل وتلاقي ما بين المعده ومن يقودها، بين السلاح وبين من يستخدمه، لازم يكون هذه الكيمياء تكون موجوده. الكيمياء دي ما كانتش موجوده بالنسبه للاسرائيليين، لكن بالنسبه للمصريين اللي كانوا نايمين بالسلاح والتدريب على في المدار من 67 وحتى 73، سواء في مرحله الاستنزاف بالحرب الفعليه او في مرحله الاعداد والتجهيز لحرب اكتوبر. اعتقد ان هنا كانت الملحمه والبطوله واضحه، ان في تجارب فعليه، تدريب فعلي وواقع على ارض الواقع، استخدام كامل لكل الموضوع وتخطيط جيد جدا. يعني في ملحمه اجريت الناس مش واخده بالها منها، فكره تفهم انا عندي قناه السويس نفسها الكوبري اللي بيتنصب ده لازم اعبر بقوات من الشرق للغرب او من الغرب للشرق. الملحمه دي يعني في ظل المد والجزر دي ملحمه عايزه قياسات وحسابات، لان يعني اعتقد انها كانت من الصعوبه بمكان انتوا سيمفونيه كانت بتعزف، بقول لحضرتك سيمفونيه كل افر رئيسيه القوات المسلحه عشان نحقق النصر ونحقق ما نصبوا اليه من عبور لقناه السويس وتحقيق الهدف من المعركه. نعم، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا سياده اللواء اركان حرب عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا.